مجموعات دوري ابطال افريقيا رسميا خلاص عرفنا الاربع مجموعات بتوعنا والقرعه اتعملت كده. هنتكلم عن الاربع مجموعات، هنتكلم عن مجموعه النادي الاهلي الاعتياديه بتاعه كل سنه، وهنتكلم عن مجموعه نادي الزمالك الصعبه جدا المجموعه الناريه، وهنتكلم عن مجموعتين بقى الوداد والرجاء اللي متدلعين كالعاده كده فرق المغرب قبل اي حاجه. قول لي في الكومنتات دلوقتي الاربع مجموعات اللي عندنا دول مين اللي هيصعد فيهم من كل مجموعه، مين الفريقين اللي هيصعدوا؟ ده سؤال الحلقه كده. عايزين نشوف مين الثمان فرق اللي هيكونوا موجودين معانا في دور ربع النهائي كده. وما تنساش تقول لي مجموعه النادي الاهلي هي الاصعب ولا مجموعه الزمالك، والاهلي والزمالك هيقدروا يصعدوا من المجموعات ولا حد فيهم هيطير ولا ممكن الاثنين يطيروا كده. مستني توقعاتكم كلها واجاباتكم على الاسئله، نتناقش مع بعض في الكومنتات. ما تنساش كمان تخبط لايك للفيديو، شير على قد ما تقدر، اشترك في قناتي على اليوتيوب وفعل الجرس وفولو لصفحتي على فيس كده عشان يجيلك كل جديد اول واحد. يلا بينا نبدا. الكور العاليه روكسون القاضي يا مونكون شاط الكور الجول القاضي يا مونكون القاضي. قبل ما نتكلم في اي حاجه كده يا جماعه، هو ايه الثقب الزمني اللي احنا واقعين فيه ده؟ انا حاسس ان انا بشوف القرعه دي بتاعت السنه اللي فاتت والسنه اللي قبليها واللي قبليها، نفس الفرق دي هي اللي بتقع مع بعض كل سنه. هو في ايه؟ يعني ايه النادي الاهلي مع صن داونز تاني؟ ده انا بقيت خلاص في افريقيا لازم اعدي على صن داونز، صن داونز لازم يا معايا في المجموعه، يا اما لو مره خرجت كده من مجموعتي بخرج من المجموعات الاقيها في وشي اول فريق على طول. انا حاسس ان صن داونز كل سنه لازم بلعبها. هو في ايه بيربط الاهلي بصن داونز من ساعه هزيمة الخمسة اللي كسبوها لنا كده واحنا كل سنة لازم نعدي عليهم؟ مش فاهم في ايه بصراحة. على فكرة مش صن داونز بس، لا ده احنا معانا كمان الهلال السوداني برضو معانا كل سنة تلاقينا رايحين نلعب في السودان وفي مشاكل كده بين الاهلي وبين الهلال ودايما الموضوع صعب جدا. الهلال كمان قوي جدا فمجموعة النادي الاهلي مش هينة ابدا. ومعانا كمان القطن الكاميروني الفريق اللي ليه تاريخ كبير جدا، مؤخرا مش قوي لكن فريق برضو ليه تاريخ وفريق قوي وفريق صعب كده وهيخليك تسافر تلعب في الكاميرون في اجواء صعبة جدا. فدي مجموعه النادي الاهلي. المجموعه الثانيه خلينا نتكلم كمان عن مجموعه نادي الزمالك، تحس انهم برضو في ثقب زمني كده. الزمالك مع مين؟ مع الترجي. دايما الزمالك في المجموعه تلاقي مع الترجي. هو في ايه يا جماعه؟ هو انتوا بتكرروا القرعه هي هي ولا الحظ ماشي ان كل سنه تتكرر القرعه اللي قبليها؟ الموضوع غريب جدا بصراحه. الزمالك مع الترجي مع شباب بلوزداد فريق قوي كمان عشان مجموعته تبقى مجموعه النار كده، ومع المريخ السوداني فريق سوداني برضو هيروح يلعب في السودان زيه زي النادي الاهلي. مجموعة صعبة جدا زي ما مجموعة الاهلي صعبة جدا. خلينا نستعرض مع بعض الاربع مجاميع كده. الاول المجموعة الاولى الراس بتاعتها الوداد المغربي هو راس المجموعة، خد من المستوى الثاني بترو اتلتيكو الفريق الاجمل بالنسبة لي اللي كنت اتمنى انه يقع مع النادي الاهلي كده، بياخده على طول من المستوى الثاني، بياخد بترو اتلتيكو، بياخد معاه شبيبة القبائل الجزائري ومعاهم كمان فيتا كلوب الكونغولي عشان تبقى المجموعة الاولى مجموعة متوسطة من وجهة نظري كده. اتوقع فيها صعود الوداد كاول مجموعة متصدر وبمنتهى السهوله. والمركز الثاني الموضوع هيكون صعب جدا بين بترو اتلتيكو وشبيبه القبائل، الموضوع مش هيكون سهل كده. هنشوف مين اللي هيقدر يصعد فيهم، ده من وجهه نظري، قول لي رايك انت في الكومنتات. اما المجموعه الثانيه مجموعه النادي الاهلي، الاهلي معاه صن داونز ومعاهم القطن الكاميروني ومعاهم الهلال السوداني كده. اتوقع ان النادي الاهلي وصن داونز هيحسموها من بدري، ده من وجهه نظري، لكن المجموعه مش سهله خالص. الهلال قوي جدا وفريق مش سهل كده، والنادي الاهلي ما بيعرفش يكسبه بره، دايما يا بنتعادل معاهم هناك يا بنخسر، وفريق بيقدر يحصل نقاط من المجموعه ومتمرس في افريقيا وعنده جماهير وفريق صعب. القطن الكاميروني كمان فريق ليه تاريخ كبير جدا في افريقيا، معرفش حالته ايه دلوقتي، هنشوف ايه اللي هيحصل. مجموعه النادي الاهلي مش سهله خالص وربنا يسترها كده ونقدر نفنش من بدري، لكن الاهلي لما بيكون في حالته ما يهموش اي حد، يهمني جدا ماتشنا مع صن داونز اللي السنه اللي فاتت كده ما عرفناش نكسبهم، صعدنا من المجموعه لكن ما قدرناش نكسبهم من المجموعات، واول ما يصعدوا من المجموعه لدور الثمانيه تلاقيهم خرجوا على طول اول ما يقابلوا اي فريق. فلازم النادي الاهلي يلعب بكل قوه مع صن داونز واقدر اكسبهم السنه دي، ويا ريت لو رايح جاي كمان. خش لي بقى على المجموعه الثالثه، مجموعه الرجاء المغربي هو راس المجموعه، بياخد حوريه كوناكري من المركز الثاني، اسهل فريق في المركز الثاني. فريقين المغرب خدوا احسن فريقين كده من المركز الثاني ومجموعتهم زي الفل بصراحه. في المركز الثالث سيمبا وفي المركز الرابع فايبرز، دي كده المجموعه مجموعه سهله جدا، هيصعد منها الرجاء بكل
بكل سهولة كده. مين اللي يصعد معاه بقى؟ هل يصعد معاه حورية ولا سيمبا؟ الله أعلم، أتوقع سيمبا اللي يصعد من المجموعة مش حورية كوناكري. سيمبا اللي في المركز الثالث كده أو في المستوى الثالث هو اللي هيصعد مع الرجاء، ده من وجهة نظري. أما المجموعة الرابعة فمجموعة نادي الزمالك، الزمالك طبعا في المستوى الثاني، خد من المستوى الأول الترجي وخد من المستوى الثالث شباب بلوزداد ومعهم كمان المريخ، مجموعة ضرب نار بصراحة، لأن معاك فريقين من شمال أفريقيا، فريق الترجي المغربي واحد من أقوى الفرق اللي موجودة في القارة، ومعاك كمان شباب بلوزداد فريق جزائري صعب وعنيد جدا كده. فمجموعة الزمالك صعبة جدا، خايف على الزمالك بصراحة، شايف إن الأقرب للصعود الترجي هو أقرب فريق فيهم للصعود، والمركز الثاني الزمالك وشباب بلوزداد هيموتوا بعض كده، والمريخ في الصورة كمان هيوقع نقاط من الفرق دي، مش هيطلع حصالة مجموعة يعني. فقولوا لي توقعاتكم للمجموعة الرابعة بالذات، مجموعة الزمالك والمجموعة الثانية مجموعة النادي الأهلي، مين الفريقين اللي يقدروا يصعدوا منها، ومين مركز أول ومين مركز تاني؟ الموضوع صعب ومش سهل خالص، ودينا مستنيين بقى ماتشات أفريقيا، نخلص من كأس العالم كده ونرجع شوية للدوري ونخش بقى على أفريقيا يا جماعة. البطولة المفضلة بالنسبة لي بصراحة وبالنسبة لكل الأهلاوية طبعا، الرقم القياسي دايما عندنا 10 بطولات للمارد الأحمر للنادي الأهلي، حامل اللقب طبعا الوداد اللي كسبه من النادي الأهلي برضو، الأهلي اللي بقاله في آخر 6 سنين بيوصل النهائي 5 مرات، خد البطولة مرتين، عاملين أرقام قياسية صعب حد يتخيلها أو يحلم بيها كده أساسا. طبعا الزمالك لسه بينادوا على الستة بقالهم فوق 20 سنة كده، زي البرازيل ما بينادي على الستة في كأس العالم، الزمالك بينادي على الستة في أفريقيا. الفرق إن البرازيل بينادي على الستة كل 4 سنين بيحاول مرة، لكن الزمالك كل سنة بيحاول وعمالين بيقولوا السادسة السادسة السادسة. فهل فيريرا يقدر يحققها معاهم السنة دي؟ الزمالك أداؤه سيء جدا في الدوري من وجهة نظري، كأداء كنتائج يعني ماشيين على سطر وبيسيبوا سطر. المباراة الأخيرة كسبان بيراميدز 1-0 بطلوع الروح وبالعافية كده، عكس النادي الأهلي اللي أداؤه كويس جدا في الدوري. وعندنا مباراة النهاردة في منتهى القوة، مباراة الأهلي والاتحاد السكندري، قولوا لنا توقعاتكم فيها في الكومنتات، وإن شاء الله بعد المباراة على طول هيبقى في حلقة قوية جدا عن مباراة النادي الأهلي، وهنتكلم كمان عن مجموعات أفريقيا تاني. فاستنى الحلقة كده، اعمل اشتراك دلوقتي لقناتي على يوتيوب وشغل الجرس وفولو صفحتي على الفيس عشان الحلقات أول ما تنزل تجيلك أول واحد. ما تنساش كمان تخبط لايك للفيديو وتجاوبني على الأسئلة اللي سألناها في الحلقة، وأي سؤال عندك اسألهولي في الكومنتات هجاوبك عليه على طول. سلام. وكالعادة يا جماعة لا جديد يذكر، نادي الزمالك بيفوز على بيراميدز في الدوري 1-0 في مباراة سيئة جدا من نادي الزمالك ومباراة متوسطة من بيراميدز كده، هنتكلم عن تفاصيل كتير فيها، لكن خلاص خدنا على كده ان الزمالك بيلاعب بيراميدز بيكسبهم على طول. بيراميدز يجي قدام النادي الاهلي يعمل فيها وحش كده ويموتوا نفسهم ويعتبروا المباراة هي نهائي لكاس العالم واخر مباراة في حياة اللعيبة، وتلاقي اللعيبة ما قطع نفسها في الملعب عشان تخرج كسبانة او متعادلة، ويجوا قدام نادي الزمالك تحس انهم قطط في الملعب حرفيا كده. الزمالك يقدروا يكسبوهم زي السلام عليكم بمنتهى السهولة، كأنها مباراة ودية والزمالك يخرج بالتلاتة بونت اللي هو عايزهم.